نظرت إلى أنواره استطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري. لما نظرت إلى أنواره استطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته فلست أنظره إلا على قدري. لما نظرت إلى أنواره صفعت وقعت من خيفتي خوفي على بصري. لما نظرت إلى أنواره صفعت وقعت من خيفتي كفي على بصري. إني محب إلى رحاب اليسربي.
المشاهدين ساعة مع نبال، ليلة محبة النهاردة في حب الله وحب الرسول. الإنشاد مش وليد النهاردة، مش وليد اليوم، ده من العصر الجاهلي، وفي زمن الرسول كان الشعراء بيمدحوه وبيناجوا رب العالمين. فضل الإنشاد يتطور مع الوقت، مع العصور، مع الأزمنة، لغاية ما ظهر مجموعة متصوفة بدأت تناجي ربها وتمدح في الأنبياء والرسل، وكان آخرهم جلال الدين الرومي. اتطور أكتر وأكتر، واللي بقى ملفت للنظر إن شباب كتير بقوا بيتوجههم للإنشاد، مناجاة رب العالمين، مدح الأنبياء والرسل. والأكتر كمان إن كمان بقى الشباب بيحبوا يسمعهم الإنشاد. النهاردة معايا فرقة عمران للإنشاد الديني، وهنتعرف عليهم وهنقضي ليلة مختلفة في ساعة مع نبال، زي ما قلت رسالة محبة وسلام النهاردة. أهلا بيكم. أهلا بحضرتك. تعرفوني بنفسكم بقى كده. أنا أمل جلال، مديرة وتنظيم فرقة عمران، ماسكة التسويق والتنظيم الشبكي والعام بس كده. وحضرتك؟ محمد عمران، قائد فريق الفرقة، قائد فرقة عمرانية. تعرفنا بقى بالفرقة. أستاذ هاني على الإيقاع، أستاذ هاني معنا بقاله 3 سنين. ما شاء الله. طبعا هو أستاذ هاني قاضف، طبعا في أستاذ عاطف العربي قائد الفرقة الموسيقية مش موجود طبعا النهارده، وفي طبعا أستاذ علاء نون وناي وكمانجا، يعني في تيم كامل للفرقة الموسيقية يعني. أحمد ده أصغر عضو في في الفرقة. أصغر عضو في الفرقة أحمد حسن. أيوه. أستاذ إيهاب، إيهاب محمود. المنشد جاسر مرسي. ياسمين محمود. محمد. ياسمين محمد منشدة. طبعا معنا طبعا في سماح وفي مصطفى وفي انتوا عددكم قد ايه؟ احنا عددنا 13 فرد. 13 فرد. 13 منشد. عرفتوا بعض ازاي والفكره جات لكم ازاي؟ يعني احكوا لي قصتكم كده. عرفنا بقى انت. والله هي بدايه الفريق عامه كانت من 2011. بدأت أجمع الفريق، كان كذا شاب كان حابب يتعلم الإنشاد يعني، فكلمني، فأنا كنت بشتغل لوحدي ساعتها يعني، كان لسه ما فيش فريق طبعا في القاهرة. يعني كنت بشتغل فردي خالص. كان لسه فكرة الفريق التيم يعني بتاع الإنشاد ما كانش حد عامل الموضوع ده. بعدين جانا عملنا بدأت أكون التيم، بدأت أكون شباب وأبدأ أعلم فيهم يعني، وعملنا التيم بتاعنا. بعد كده نزل عندنا فرق سورية إنشاد، فرق كاملة سورية برضو إنشاد. بس الحمد لله احنا كنا أول فريق يعتبر في مصر عاملين التيم اللي هو بتاع الإنشاد طبعا. الفكرة جت لك إزاي؟ والله الفكرة إن كان حد في البداية كده من الناس، كان أخويا الصغير، وكان حد من الناس اللي كانوا معايا الأول خالص بداية التيم، كانوا حابين ينشدوا وحابين يتعلموا الإنشاد ويطلعوا على مسرح. فجت الفكرة إن هم ليه ما نطلعش يعني كلنا تيم واحد، وأبدأ أعلمهم وورانهم وبعدين نطلع على المسرح. بعد كده بدأنا أول ما عملنا طلعنا على نادي الشمس، أول حفلة عملناها كانت في نادي الشمس، بعد كده الزمالك، بعد في الأندية والحاجات اللي زي كده. بس وكوننا فريق من ساعتها واحنا شغالين يعني. بتبقوا محتاجين تدريب مستمر علشان طبعاً يحصل انسجام بين الأصوات طبعاً. لأن أنا شايفة في فروق عمرية طبعاً. يعني فأعتقد أن ده برضو بيبقى محتاج إمكانيات معينة ومحتاج تدريب كتير. أيوة، في بروفات بتتعمل على طول. بروفات بتتعمل، بتمرنوا مع الصوت وكده، وبتمرنوا مع الحاجات الجديدة. أنت بتشوف أن الإنشاد الناس بدأت تهتم بيه في الفترة الأخيرة؟ هو الانشاد عامه الناس مهتمه بيه بشكل عام. يعني هو الانشاد بشكل عام اصلا فيه اهتمام من الشباب كمان يعني. احنا بدايه جمهورنا كان بيجي لنا شباب يعني. احنا حاليا لما بنعمل حفله بيبقى فيه شباب واطفال وناس كبار من الجماهير يعني، في كل الاعمار. فالانشاد ليه سمعه، بس هو الفكره ان هو عايز يتحط عليه الضوء بس مش اكتر.
يعني يتحط يتسلط على الضوء مش اكتر، انما هو في ناس انا يعني بشوف ان الملفت للنظر ان بدا في شباب كتير يطلعوا حلمهم ان هم يبقوا منشدين كتير. واصوات كتير. فوق الجمال يعني طبعاً. اصوات طبعاً. ملائكيه طبعاً. يعني طبعاً. فالفكر نفسه انه يسيطر على الشباب في الزمن اللي احنا متواجدين فيه دلوقتي طبعاً. غريب شويه ولا ايه؟ والله مش لا هو على فكره منتشر، بس هو الفتره الاخيره دي يعني ظهر الاعداد بس كان الاول اللي كان عنده الموهبه كان ما كانش عارف يعمل ايه او ما كانش ظاهرها، بس لما الاقي يعني موضوع النت كمان سهل الامور ان الناس بدات يعني اللي عنده حاجه بيعمل نفسه صفحه ينزل يدردش مع نفسه مع الاصدقاء فبدا الموضوع فعلا في انتشار. وانا كان عندي جمله كده كان والدي دايما بيقولها لي، بيقول لي اللي حابب يتعلم انه ينشد او اللي بيجي او اللي تسمعه او حد جالك عشان تسمعه مثلا ان هو بينشد، اوعى تقول لحد انت وحش، اوعى تقول حتى لو شايف ان صوته ضعيف اوعى تقول انت ضعيف. يعني حمسه وحفزه ان هو يشتغل على نفسه. اي حد عايز يمدح الرسول عليه الصلاه والسلام الموضوع مش مرتبط بالصوت هنا خالص، الموضوع مش مرتبط بالصوت، الموضوع مرتبط بالنيه الداخليه ومرتبط بان انا ده مدح الرسول هسمعه بكل الاحوال. ما هو يعني. ما هو برده بيبقى عايز نوع من الاحساس برده بالكلمات اللي انت بتقولها ان انت تكون حاسسها وقلبك وروحك كمان عشان تقدر توصل للناس وتاخد قلوبهم وتاخد مشاعرهم وتوصل للهدف من الانشاء ولا ايه؟ اكيد طبعا اكيد. طب هتسمعونا ايه بقى؟ رمضان جانا. ماشي رمضان جانا. طيب نسمع رمضان جانا. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غياب وبقاله زمان غنوقولو شهر بطوله غنوقول أهلا سمعنا وافضل غني الفجر ما
سمعنا وافضل غني للفجر معاك واعمل لنا كده كل ليلة 30 ليلة حلوة جميلة واعمل ليلتي كل ليلة 30 ليلة حلوة جميلة أهلا رمضان جانا قولوا معانا أهلا رمضان جانا أهلا رمضان قولوا معانا أهلا رمضان رمضان جانا أهلا رمضان قولوا معانا أهلا رمضان شهر بطوله غنوا قول أهلا رمضان رمضان جانا أهلا رمضان قولوا معانا أهلا رمضان رمضان جانا الله يعني بتختاروا ازاي اللي انتوا هتنشدوه؟ هل بيبقى في حوار بينكم وبين بعض بالنوعيه اللي انتوا هتأدوها؟ بيبقى في موافقه من العدد الاكبر ان احنا هنقول الـ 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 الابيات دي او المناجاه دي؟ هو احنا فرقه ديمقراطيه يعني في يعني نقاد الفريق بحب اشور الناس يعني بس طبعا بختار الشغل وهما ما حدش يعرف يتكلم يعني يبقى ديمقراطي ازاي بقى؟ لا احنا فعلا يعني هو كل واحد طبعا ليه صوت مميز حضرتك هتسمعيه النهارده ان شاء الله كل واحد بحاول اشوف الحاجه اللي تمثل صوته وتبقى قريبه منه شويه لحد طبعا ما يبدا يكون يعني التعليم الشامل بيعرف يقول كل الشغل وكل اللون بس برضه اللي بيقول كل لون بيبقى فيه حاجات قريبه من صوته فبنحاول نختار له الحاجه المميزه ليه وبيبدا له لو اشتغل عليها وبيقولها بمميزه اكتر مني انا شخصيا يعني بالذات زي ما قلت من شويه ان في اعمار مختلفه فبرضه طبقات الصوت نفسها عشان يحصل انسجام بينها وبين بعضها بيبقى برضه محتاج مجهود ومحتاج تدريب احنا عندنا بروفه ثابته اصلا كبير يعني احنا عندنا بروفه ثابته طبعا اسبوعيا يعني بنراجع فيها الكلام ده كله يعني. بتشوفوا ان بقى في اقبال على الانشاد في الايام العاديه يعني مش بس فكره رمضان والروحانيات بتاعت رمضان يعني ايوه بيبقى في اقبال بيبقى في اقبال في حفلات مستمره وفي ناس بتيجي بالظبط حتى في ظل كورونا دي بيجي اعداد كبيره جدا عندنا يعني ولسه كنا عاملين حفله من حوالي شهر تقريبا اخر حفله كانت في الساقيه وقبلها برضو بشهر كانت في الحسين وان شاء الله ناويين لسه هنعمل حاجات تانية باذن الله يعني على بعد العيد ان شاء الله في كليبات هتتصور وهتنزل على السوشيال ميديا وان شاء الله تبقى حاجه كويسه وحاجه أكيد جميله اكيد اكيد انا شايفه عضو صغير قوي في الفرقه احمد يعني اكتشفته ازاي يعني اكتشفت انه عنده موهبه الانشاد ازاي يعني عرفني كده اتعرفته على احمد طبعا هو احمد, على أحمد. اولا ربنا يبارك في والده يعني هو والده صعب هو اللي بيسعاله ووالده اللي اكتشفه عامه في الاول مش انا يعني وجانا عن طريق حد من الموسيقيين اللي عندنا قال لي في حد هبعته لك في البروف اسمعه لو كويس يا ريت يبقى معانا في الفريق قلت له طبعا هو سنه قال لي طفل طبعا انا طبعا اي طفل عامه بيجي لي الفريق انا يعني باخده يعني هو انا بحب الاطفال جدا بحب السن ده عامه فقلت له طبعا ينورنا فاحمد جه سمعنا صوته قلت له عايز شغل بس ما شاء الله كويس ويبدا والده طبعا تعبان معاه كتير جدا بيجي من اخر الدنيا ويسيب شغله ويخلص شغله ويطلع عليه ويجيبه ويقول لنا ويتحرك في اي حفله اي بروفا اي شغل يعني فطبعا انا بقدم الشكر طبعا لوالده في الاول وفي الاخر وخلاص احنا اكثر الناس الملتزمه نبدا بإيهاب بس نبدا باحمد نسمع احمد الاول ايه رايك طيب نسمع كده اداء احمد ماشي انا اضيفك يا رسول الله
أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك أنا ضيف الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك أنا ضيف الله. يا مشفع يا عريض الجاه، أنا ضيفك أنا ضيف الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك أنا ضيف الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك أنا ضيف الله. يا مشفع يا عريض الجاه، أنا ضيفك أنا ضيف الله. يا منور مولاي حياتي بصلاة على الهادي للاتي، يا منور مولاي حياتي بصلاة على الهادي للاتي، ربي اقبل بالصلاة صلاتي، ربي اقبل بصلاة صلاتي، وأنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك أنا ضيف الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك أنا ضيف الله. يا مشفع يا عريض الجاه، أنا ضيفك أنا ضيف الله. يا منور مولاي حياتي بالصلاة على الهادي للاتي، يا منور مولاي حياتي بالصلاة على الهادي للاتي، ربي اقبل بصلاة صلاتي، ربي اقبل بصلاة صلاتي، وأنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك أنا ضيف الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك أنا ضيف الله. يا مشفع يا عريض الجاه، أنا ضيفك أنا ضيف الله. قال حرم أم حج البيت، أحرمت ولبت وسعيت، قال حرم أم حج البيت، أحرمت ولبت وسعيت، وأنا داخل عالرضا غنيت، وأنا داخل عالرضا غنيت، غنيت 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 غنيت، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك أنا ضيف الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك أنا ضيف الله. يا مشفع يا عريض الجاه، أنا ضيفك أنا ضيف الله. وأنا واقف على بابه بغني، لفتني ولا غبي يمعني، وأنا واقف على بابه مستني، لفتني ولا غبي يمعني، وحبيب المحبوب متني، وحبيب المحبوب متني، وأنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك أنا ضيف الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك أنا ضيف الله. يا مشفع يا عريض الجاه، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام.
الواحد معاكو بيروح يعني روحه بتروح في اتجاه كده معين، بيحس براحة، بحاسس بمحبة، بسلام، بحب. الإنشاد انتوا شايفين انه له دور قوي في الفترة اللي احنا موجودين فيها، بالذات بالضغوط والابتلاءات والهموم اللي موجودة عند الناس، يعني انتوا شايفين انه بيفرق كتير في الروحانيات؟ اكيد طبعا بيفرق الانشاد اكيد، يعني بتشوفوها بعد الحفله، يعني بتشوفوا فعلا الناس داخله بوجوه وخارجه بشكل تاني. بالظبط، الناس بتبقى مبسوطه جدا في الانشاد وبتتفاعل جدا في اي ساعه الحفلات، بتبقى مبسوطه باللي احنا بنعمله وباللي هما بيعملوه. بصراحه يعني الناس بتبقى مبسوطه جدا. بيبقى انطباعك ايه لما بتشوف انسجام الناس وازاي متفاعلين مع الكلام اللي انت بتقوله وحاسينه ومحتاجينه كمان؟ طبعا بصي، هو الانشاد في حد ذاته عامه زي ما انت قلت حضرتك، احنا لو احنا بننشد مثلا، هو مش حضرتك بس بتبقى في جو تاني، يعني هو احنا كمان بنبقى في جو تاني، يعني الاحساس والروح والاحساس الداخلي بينقي كده، ينقي النفس وبينقي الروح بحاجه. هو ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام حاجه، يعني مفيش بعدها كلام، يعني ربنا سبحانه وتعالى وذكر الرسول. فالناس فعلا بتيجي الحفلات وتبقى داخله زي ما انت بتقولي بشكله، وبعدين لما تسمع الانشاد وتسمع وتعيش الجو والاجواء اللي احنا بنعملها، او لاي حد او اي مداح بيعمله، مش احنا بشكل خاص، عامه المديح بشكل عام، لا الموضوع بيختلف. انا نفسي لما بروح ضيف شرف في اي مكان، او لما بروح ضيف في اي مكان وبقعد بسمع، ببقى مرتاح نفسيا من الانشاد دي. شايف ان هو حصل تطوير في الانشاد كتير جدا، يعني عن الفتره اللي فاتت كتير جدا. ايه الجديد او التطوير اللي حصل في الانشاد مؤخرا؟ هو مؤخرا في عامه في ظاهره، هو شبه مش تطوير قوي، في حاجات زي مثلا اغاني من الاغاني التراثيه المعروفه لام كلثوم، لعب حليم، لفريد الاطرش، الناس دي كلها، يعني فين بدات الناس تاخد الالحان ويغيروا الكلام لمديح للرسول عليه الصلاه والسلام ويقولوها بشكل جميل، حتى الناس بيبقى في ناس حافظاها فمتفاعله مع اللحن عشان حافظين اللحن ايه، فبيبداوا يقولوا الكلام، يرددوا الكلام بقى بالذكر الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني حاجه اللي هي تغيير مثلا بدل الكلام اغاني فبقت كلام مديح. زائد الناس اللي عامله شغل دي زي ماهر زين، زي الناس المعروفه، عاملين برضو جو مختلف عن الشغل التراث. طبعا الناس التراث والناس القديمه بتوعنا احنا بنتعلم منهم وما زلنا بنسمعهم طبعا وبنتعلم منهم، هم الاساس، وهم كانوا عاملين طبعا لنفسهم روحانيات، وكل واحد فيهم كان اله، صوته دي كانت اله لوحده يعني. بس طبعا التطوير الجديد والشباب والحماس والجو، واختلاف مع اختلاف كمان وحب العصر كمان، وحب يعني الانشاد مع اختلاف العصر مع اختلاف العصر ومع ما تسمعونا بقى قمر، ايه رايكم؟ قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل صلاة الله قدسي ثنا الله الله من المولى على المختار طه الله الله صلاة الله قدسي ثنا الله الله من المولى على المختار طه الله الله ورب العرش أهدانا شاذا
طيبة شرفت بالنور طيبة. الله الله. وأرق المصطفى للطيب طيبة. الله الله. ويثرب شرفت بالنور طيبة. الله الله. ويدهش عند طلعته الحبيبة. ويدهش عند طلعته شاهد الأمل أمام. قمرٌ 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 سيدنا النبي قمرٌ. الله الله. وجميل سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد داني. الله الله. وعطر لا يبقى إذا مست أياني. الله الله. وكف المصطفى كالورد داني. الله الله. وعطر لا يبقى إذا مست أياني. الله الله. وعم نوالها كل العباد. النهارده رسالة محبة وسلام وتسامح وحب وبهجة في القلوب. هطلع فاصل ونكمل ساعة مع نبال. حب الرسول يا ما دوبني دوب عن المعاصي يا ما دوبني دوب
حب الرسول يا دوبني دوب عن المعصية توبني توب جانف منامي لبسني توب جانف منامي لبسني توب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب حب الرسول يا دوبني دوب عن المعاصي يا دوبني دوب حب الرسول يا دوبني دوب عن المعاصي يا لبسني توب جانب منامي يابا لبسني توب جانب منامي يابا لبسني توب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب شاهدت نوره على بابه صليت عليه وعلى أصحابه شاهدت نوره على بابه صليت عليه وعلى أصحابه منايا أفضل في رحابه الله الله الخد يا ربي
صح الضمير بالعدم، صح الضمير بالعدم اللي عدم قلبي سلمت أمري لك، سلمت أمري لك، وفي شدتي بناجيك، وفي إيدي اليمين توبة أفضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. الاسم بتاعكم بقى أخدتوه إزاي؟ إحنا عمالين كده نعيش حالات روحانية، وقد إيه الكلمات مؤثرة، وقد إيه الأصوات حلوة، وواضح إن أنتوا بتبذلوا مجهود عشان تبقوا مميزين في وسط الفرق الكتيرة اللي موجودة دلوقتي، بالذات ان برضو مؤخرا في فرق سورية كتير نزلت مصر ونالت نجاح كبير. بتعملوا ايه عشان يبقى ليكوا لون مختلف مميز في وسط كل المنشدين؟ طبعا بالرغم من كل وجود الفرق الانشاديه، بس كل فرقه ليها طعمها وليها شكلها الخاص بيها، يعني ليها شغلها من الطراز بتقوله وليها شغلها الخاص بتقوله يعني. فكل فرقه بتتميز بده. وطبعا هم الجماعه السوريين ما شاء الله طبعا هم ممتازين جدا يعني، الفرقه السوريه كلها وليها اصدقاء كتير يعني فيها. ونزلوا لا نزلوا يعني نزل منهم مؤخرا ناس تانية، بس هم من بدري معانا يعني، هم من 2011 اعتقد. فرقتين. بتقعدوا تتدربوا قد ايه تقريبا؟ بتتدربوا قد ايه؟ ممكن من ساعتين لثلاثه. ساعتين يومي؟ لا مش يومي، ممكن بروفا مرتين في الاسبوع، مره في الاسبوع على حسب، بس مش اقل من مره في الاسبوع. قولي كده أطرف حاجة أو موقف يكون حصل معاكوا في مناسبة، في حفلة ما كنتوش متوقعين الأحداث يعني. هي كانت حفلة تبع جامعة عين شمس. جامعة عين شمس طبعا كلها حفلاتها أغاني وتامر، يعني بيروح لها فرق كبيرة، وكان في موجود قبلنا كان تامر حسني في اليوم ده، وبعدين إحنا كنا رحنا الكلام ده من كام سنه يعني. ف كان الموقف الطريف يعني بعد ما ده يعني لما ده بعد ما خلصت الفقره، احنا كنا الفقره الاولانيه بتاعت بدايه الحفله، الموقف الطريف ان ما كانوش يعرفوا يعني ايه فرقه انشاد، كان الكلام ده في بدايتنا يعني، وما كانوش يعرفوا يعني ايه فرقه انشاد. وبعد كده اتفاجئوا بيكم يعني، اتفاجئوا بالفريق، وما كانش حد عايز يقعد كتير، قعد حبه صغيره في الاول. بعد كده اول ما بدانا اشتغلنا لقينا القاعه كلها اتملت، والناس عملت هيصه كبيره جدا في بعد اول انشوده قلناها يعني، عملت ليله كبيره جدا كمان، والبنات زغرطت، وكان قصه يعني، كان موضوع طريف جدا انا ابتسمت عليه. وكان حد من ضمن الناس من التفاعل يعني قال كده جمله فيها لفظ مش لذيذ يعني، بس بحب يعني، اللي هو يعني من المفاجاه ومن الموضوع يعني، لان جديد علينا برضو يعني فكره ان حفله للانشاد وتروح عشان تسمع المدح وتسمع اشعار يعني برضو مش عشان كده انا قلت في البدايه ان كان الغريب او الملفت للنظر ان الشباب بداوا يتجهوا لفكره الانشاد وانه يحضروا حفلات الانشاد. تعتقد ان ظروف الأغنية دلوقتي هي السبب اللي خلت في إقبال على الإنشاد؟ يعني الهبوط اللي موجود دلوقتي في
الأغنية بتاعتنا والكلام اللي ملوش معنى وال... بص حضرتك، هو زي ما قلت لحضرتك، احنا كل مجال ليه جمهوره. يعني حتى المهرجانات لما طلعت او الاغاني دي طلعت عملت جمهور وشعبيه كبيره جدا يعني، وليها يعني. لما حد بيجي يسالني على الحاجات دي ما لهاش رد، لان هي ناجحه، فهو ناجح، فانا ما ينفعش ان انا اتكلم اصلا. هو ناجح، ده راجل ناجح جدا كمان، فهو ناجح. بس الانشاد ليه جمهوره من زمان، بس فعلا الفتره الاخيره كام سنه زاد جدا. يعني انا لما قريت عن موضوع الانشاد وازاي حصل التدرج بتاعه وازاي وصل لينا دلوقتي والتطورات اللي حصلت فيه ازاي وعملوا بصمه جديده وروح جديد بايقاعات جديده، كل ده فرق كتير. ان بقى في ناس لا حابين ان هم يسمعوا اللحن، كمان الالحان اللي خدوها من المطربين القدام زي ام كلثوم وعبد الحليم، اللحن عملوه بطريقه بكلمات مختلفه خلى الناس تفاعلت. في ناس مسيحيه اصلا، مسيحيه بتيجي تحضر الحفلات، وفي ناس منشدين مسيحيين منشدين. في ناس كانوا برضو دي من الحاجات اللي كانت مميزه جدا. في حد يعني كذا حد من المسيحيين يعني طلبوا ان محمد يعلمهم الانشاد برضو يعني. وهم كمان احنا بنعمل اصلا حفلات وفرقه ترانيم بيعملوا معانا حفلات يعني. حفلات أصلا مشتركة. نكمل بقى مع بعض. هتسمعونا ايه؟ هقول عرفت الهوى وبعدين هنقول يا قبة الخضرة. تمام، اتفضل. عرفت الهوى، عرفت الهوى، عرفت الهوى مذ عرفت هواك وغلقت قلبي عرفت الهوى مذ عرفت هواك وغلقت قلبي عم قمت أناجيك وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك وكنت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا أحبك حبين، حب الهوى، حب الهوى، حب الهوى، 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 أحبك حبين، أحبك حبين. حب
وحبا لأنك أهل لذاك. يا قبة الخضرة مالك أنستينا بجمالك. يا قبة الخضرة من كل تلك الممالك. يا قبة الخضرة مالك أنستينا بجمالك. يا قبة الخضرة مالك أنستينا بجمالك. قالت جمالي بمحمد قبة الخضرة مالك أنستينا بجمالك. يا قبة الخضرة مالك أنستينا بجمالك. قالت جمالي بمحمد نور جميع الممالك. إيه والله نور جميع. يعني الله عليكم والله النهاردة مخلينا نعيش ليلة في ساعة مع نبال مختلفة، زي ما قلت إنها بتوصل حب سعادة فرحة لكل القلوب التعبانة واللي الدنيا أرهقتها وأرواحنا تعبت من كتر الظروف اللي احنا بنمر بيها. بنبقى محتاجين من فترة للتانية إن احنا نرقب أرواحنا ونرقب نفسنا ونرقب قلوبنا. كل واحد في الفرقة عندكم أكيد له حاجة مميزة، تقدر تقولي إيه اللي بيميز كل واحد فيكم عن التاني؟ طيب إحنا عندنا إيهاب، أنت سمعت صوته طبعا. إيهاب في حتة تانية غيرنا يعني. يعني إيهاب بالنسبة للباور أنت سمعتيه، إحنا يعني هو صوته كده واخد من الحاجه اللي هي النسائي، حتى لما نيجي نقول شغل جماعي في البنات مع الشباب بنردد على بعض، فانا بخلي ايهاب دايما في الصف بتاعهم. هو عنده الحته الصوت اللي هو سوبرانو اللي هو بتاع يعني اللي هو تبع في السيدات ده شويه، ايهاب عنده اللقطه دي. بس هو ما شاء الله حاجه كده قيمه يعني. ايهاب عنده حاجات اللي هي الموشحات القديمه والحاجات دي، ايهاب مميز فيها جدا يعني، حاجه رهيبه. احمد طبعا احمد ده العضو الصغير يعني ما شاء الله عليه بصراحه، وبحيي والده جدا من خلال ساعه مع نبال على انه يعني انا سمعت منك ان هو
يعني مساندة قوية جدا ليه، وانه يوديه ويجيبه ويبذل المجهود ده. عندنا طبعا مصطفى، بس طبعا كان المفروض يبقى موجود بس ما حصلش نصيب عشان هو صوته وتعبه شوية. مصطفى في سن احمد، مصطفى ما شاء الله بيروح في الاوبرا المصرية، وعامل حاجة مع تامر حسني في مؤخرا من الحاجات اللي عملها تامر في رمضان. مصطفى برضو والده بيدعمه دعم كبير جدا، ومصوت الاصوات الجميلة جدا، وبيقول موشحات اللي هي بتاعة المشايخ القديمة قوي، بيقولها بطريقة مميزة جدا. صوت قوي جدا، وبرصور طبعا موجه الفتره دي. فهو ايه رايك نسمع كل تمام سولو، مش بتقولوا سولو بقى صح كده؟ نسمع كده، والعنصر النسائي انت ما جبتش في تحيز. انا ملاحظه ان في تحيز، يعني انا ملاحظه ان ما قالوش خالص العنصر النسائي وامكانياته. ياسمين مجتهده جدا، ياسمين مجتهده يعني. هنسمع مين؟ هنسمع ياسمين عليك الصلاة. عليك الصلاة وعليك السلام يا خير البرايا يا مسك الختام. عليك الصلاة وعليك السلام يا خير البرايا يا مسك الختام. صلاة لنا الله، إن الله صلى، لماذا صلاتنا الله، إن الجود منه بأمر خصنا الله، كنا فيه جمعا والملك الكرام. عليك الصلاة الصلاة وعليك السلام يا خير البرايا يا مسك الختام. عليك الصلاة نور قد سما الله، فوق المؤمنين ليس أولو العمى الله، من في البغض عاشوا جهلا ربما الله، الصلاة وعليك السلام يا خير البرايا يا مسك الختام. عليك الصلاة وعليك السلام يا خير البرايا يا مسك الختام. الله عليكم. الله يا ياسمين، ايه الصوت الحلو ده؟ مين بقى كمان هتسمعه لنا النهارده؟ جاسر. الله الله عن رسول الله. ياسر جاسر. جاسر هنسمع ايه بقى من جاسر؟ الله الله عن رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. الله 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 على نور رسول الله. لا أبويا ولا أمي،
علم النبي الأمي علم عباد الله حنين سهل كده ولين بين يا زين بين بين يا زين بين حسن رسول الله رسول الله. ليلة محتاجينها، محتاجين نقضي رمضان بشكل مختلف ونحتفل ويبقى فيه بهجة ومحبة ونشعر بالسعادة اللي افتقدناها من زمان. ومن كل الأحداث اللي عمالة تحصل لنا كل شوية، ساعات كتير القلوب بتحزن وبتبقى محتاجة لروحانيات، لتجليات تعيشها تاني من أول وجديد عشان يجي لها الابتسامة. وهو ده اللي بنعمله النهاردة في ساعة مع نبال. يعني مش عارفة أقول لكم إيه والله، بس أقول لكم إن أنا مبسوطة جدا وسعيدة بوجودكم معايا النهاردة في الاستوديو، وسعيدة ان انتوا شباب ومجتهدين وبتبذلوا مجهود عشان يبقى ليكم مكانة في الساحة دلوقتي. قولي برضو، لما بيكون في حد محتاج تدريب، انت قلت لي في البداية ان انت بتاخد يعني بيجولك وبيقابلوك وبعدين بتبدا تصنف اصواتهم، هل في حد بتقول له لا خلاص هتدخل هتنضم لينا على طول، ولا وفي حد تاني تقول له طب استنى معايا شويه لا احنا محتاجين تدريب، وفي ناس تقول له لا انت ما تنفعش في الانشاد خالص؟ يا ترى بيحصل ده يعني معاكم؟ انا عايزه اخش جواكم يعني اعرف ايه اللي بيحصل في الكواليس بتاعتكم. لا هو لما حد يجي لنا، طبعا هو عامة ما بقولش حد مالكش في الإنشاد خالص، يعني هو عامة أنا بالنسبة لي زي ما قلت لك في بداية الكلام، يعني هو حاجة كان والدي معلمنا عليها من زمان، يعني اللي يجي لك بالذات اللي هو في مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينفعش أرده، يعني أو ما ينفعش أقول له أنت وحش أو أيا كان، يعني أقول له أنت كويس بس اشتغل على نفسك، بقول له تعالى احضر برباطنا واسمع معانا الشغل واسمعنا واحنا قاعدين وقول معانا واتمرن مرة واثنين وثلاثة عشر، بس مش هتظهر على المسرح غير لما تكون جاهز. غير لما تكون انت جاهز، يعني جاهز انك تطلع على المسرح وعلى الصوت. وفي صوت بيجي لك انت بتسمعيه حتى لو انت مالكيش في الانشاد، بس انت كمستمع عادي جدا بيخش قلبك وبترتاح وبتحس ان صوته مميز جدا، فده ما ينفعش ان انا امنعه، لا تعالى واقعد جنبي وقول ليك دور تقول في الفريق. الموضوع مش مختصر على محمد عمران بس، لا الموضوع مختصر كل واحد، يعني انا دايما بقول لهم الفريق ده بتاع كل واحد فينا، بتاع كل واحد فيكم، اشتغلوا على نفسكم كويس عشان يبقى لكم دور اساسي، كل واحد ليه دور اساسي وانا ابقى مجبر ان انا احطك اساسي. يعني انت لما تكون كويس وما يكون عندي موهبه مثلا زي احمد زي مصطفى زي جاسر زي ايهاب، لا لازم يظهر للناس كلها، يعني لازم يبقى على المسرح بشكل كامل الناس تسمعه. مش هتسمع مش جاي عشان تسمع، احنا اسمنا فرقه مش 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 تيم محمد عمران، لا فرقه. وانتوا كمان بتقدموا رساله، يعني انتم صفرة لدينكم ورسولنا وانتوا بتوصلوا رسالة من الإنشاد، يعني الإنشاد طبعاً. مش مجرد برضو كلام بيتردد طبعاً وخلاص طبعاً لا طبعاً. ده هي رسالة بتحمل معاني كتير حتى التعامل، احنا حتى في الحفلة والتعامل معنا زي ما بقولهم يا شباب
خدوا بالكم الناس عينها عليكم، الناس في اطفال معانا ممكن تسمع احمد فتاخد احمد قدوه في حاجه جميله، فخد بالك من اسلوبك وانت بتتعامل مع الناس وانت بتتكلم مع الناس. معينه كمان مهمه جدا فكره الاتجاه للانشاد، وان ازاي يبقى حلم ام واب ان هم يطلعوا ولد او نبته صغيره في طريق زي ده، ده فكر جديد يعني. برضو المجتمع الفكر كله ازاي يطلع مطرب، ازاي يغني كذا يعني. دلوقتي بقى في تفكير معين، وقدامنا نموذج احمد اهوت يعني. طبعا انا مش عايزه اضيع الوقت معاكم، انا عايزه اسمع منكم على يعني على قد ما اقدر يعني. هتسمعونا ايه؟ مشتاق لك يا نبيل. يلا بينا حبيبي الحبيب. حبيبي الحبيب يلي تصلي على سيدنا النبي، حبيبي الحبيب يلي تصلي على سيدنا النبي، حبيبي الحبيب يلي تصلي على سيدنا النبي، حبيبي الحبيب يلي تصلي على سيدنا النبي. مرادي وقصدي واعتقادي ونيتي، الله الله. مرادي وقصدي واعتقادي ونيتي، الله الله. مديحي رسول الله خير خير البرية، حبيبي الحبيب يلي تصلي على سيدنا النبي، حبيبي الحبيب يلي تصلي على سيدنا النبي. هنيئا لعين شاهدت أرض مكة، الله الله. هنيئا لعين شاهدت أرض مكة، الله الله. هنيئا لعين شاهدت أرض مكة، الله الله. طافت ببيت الله سبعة ولبتي، حبيب الحبيب يلي تصلي على سيدنا النبي، حبيب الحبيب يلي تصلي على سيدنا النبي. نبي رأته الشمس طفل تعجبت، الله الله. نبي رأته الشمس طفل تعجبت، الله الله. قالت لهم حبيبي من أي أنت القبيلة، حبيبي الحبيب يلي تصلي على سيدنا النبي، حبيبي الحبيب يلي تصلي على سيدنا النبي. على عرفات الله يجمع شملات، الله الله. على عرفات الله يجمع شملات، الله الله. على عرفات الله يجمع شملنا، الله الله. على عرفات الله يجمع شملنا، الله الله. ويكون عن وزرنا والخطيئة، حبيب الحبيب يلي تصلي على سيدنا النبي، حبيب الحبيب يلي تصلي على سيدنا النبي، حبيب الحبيب يلي تصلي على سيدنا النبي. الله عليك، علي أفضل الصلاة والسلام. قل لي تسمعني إيه تاني؟ نسمعك إيه تاني؟ نبينا زين.
نبينا يا زين يعيش سنين يا نور القلب يا ضي العين. نبينا يا زين يعيش سنين يا نور القلب يا ضي العين. ودبت وتهت في أشواقك نسيت في غرامك رايح فين. ودبت وتهت في أشواقك نسيت في غرامك رايح فين. رسول الله يا زين الزين عشت سنين وأنا بينا حبابي اسمك وانا بين حباب اسمك نور مكتوب على باب. بحلم بيك بتقول تعالان ما انت حبيبي القلب الغالي. عشت سنين وانا بين حباب اسمك نور مكتوب على باب. بحلم بيك بتقول تعالان ما انت حبيبي القلب الغالي. بكيت من الفرح وطاق الجرح وتهت نسيت معرفت انا فين. بكيت من الفرح وطاق الجرح وتهت نسيت معرفت انا فين. رسول الله يا زين الزين نبينا يا زين يا عشق سنين يا نور القلب يا ضي العين. نبينا يا زين يا عشق سنين يا نور القلب يا ضي العين. ودبت وتهت في أشواقك نسيت في غرامك رايح فين. ودبت وتهت في أشواقك نسيت في غرامك رايح فين. رسول الله يا زين الزين بالإحرام أنا جاي يا غالي يا حبيبي ومقامك عالي. بالإحرام أنا جاي يا غالي يا حبيب ومقامك عالي. قلبي نادالك حن وجال واشتالك أيام وليالي. بالإحرام أنا جاي يا غالي يا حبيبي ومقامك عالي. قلبي نادالك حن اشتالك ايام وليالي. محلى جمالك هل هلالك كل دي بيتك شوق وحنين. محلى جمالك هل هلالك كل دي بيتك شوق وحنين. رسول الله يا زين الزين نبينا يا زين يا عشق سنين يا نور القلب يا ضي العين. نبينا يا زين يا عشق سنين يا نور القلب يا ضي العين. ودبت وتهت في أشواقك نسيت في غرامك رايح فين. ودبت وتهت في أشواقك نسيت في غرامك رايح فين. رسول الله يا زين اسهر يا عيوني ولا تنامي انا جيت والكعبة قدامي. اسهر يا عيوني ولا تنامي انا جيت والكعبة قدامي. اسهر يا عيوني ولا تنامي انا جيت والكعبة قدامي. هاجي يا محمد انت الدنيا وانا سبت عشانك الدنيا. محمد انت الدنيا وانا سبت عشانك الدنيا. هو ما غبتش عني سينيا شايفك حتى في احلامي. اسهر يا عيوني ولا تنامي انا جيت والكعبة قدامي. اسهر يا عيوني ولا تنامي انا جيت والكعبة قدامي. ما انت زادي وزوان امي وابويا واجدادي. ما انت وابويا واجدادي. ويبقى على صوتي بنادي نورك نور ايامي. اسهر يا عيوني ولا تنامي انا جيت والكعبة قدامي. اسهر
الله عليكم. النهاردة زي ما قلنا لحضراتكم إن إحنا بنحاول نخرج من الحلقة بشكل مختلف وبأحاسيس مختلفة، وزي ما قلت رسالة محبة وسلام. أجواء رمضان ليها طابع خاص عندنا وليها ملامح معينة، بس الشاطر فينا اللي بيعرف يعيشها إزاي ويستفيد منها إزاي. أجمل حاجة مناجاة الله، أجمل حاجة الذكر، إنك أنت تقعد مع نفسك مع رب العالمين في الأيام المفترجة اللي إحنا فيها عشان تقوله اللي تعبك واللي جواك. محتاجين نخرج من رمضان بشكل تاني وبصورة تانية، محتاجين نتعلم منه كويس. أنا قلت قبل كده إنه هدية، هدية بتجينا من السنة للسنة علشان تغسل كل أوجاعنا، تشيل كل همومنا، تخلينا نتولد من جديد ونعرف نمشي في الحياة تاني من أول وجديد. يا ترى كم واحد فينا بيعرف يستغل رمضان صح، بيعرف يتعامل معاه صح، بيعرف يفهم الضيف اللي جاي له ده يكرمه ازاي ويعمل ايه. كتبت مرة وقلت ان احنا بنلبس عباية رمضان، عباية بنلبسها بنعمل كل حاجة لكن من غير مشاعر ومن غير احاسيس من غير روح. وعشان كده اللي بيلبسوها بس مؤقت في رمضان ما بيقدروش يوصلوا لحاجة، وبعد رمضان ولا كأنهم لبسوا العباية. لكن الشاطر اللي بيعرف ازاي يجدد روحه ويجدد حياته ويجدد قلبه، وساعتها يعرف يشتري العباية بجد من أرقى بيوت الأزياء. قد إيه كلنا كنا محتاجين رمضان، كنا محتاجين شيء يخرجنا من أوجاعنا ألمنا الحاجات الغريبة اللي عمالين نشوفها. كنا تعبانين ورمضان جانا علشان نعرف نكمل الطريق. هتسمعنا إيه؟ إيهاب، ممكن نعمل حاجة كويسة قوي، مولاي والقلب يعشق. تمام، يلا بينا. يلا بوب. مولاي إني ببابك قد نصبت يدي، من لي أدوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي أنوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك، مولاي أقوم بالليل والأسحار ساكنة، أدعو وهمس دعائي، أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي، بنور وجهك إني عائذ
ومن يعوذ بك لن يشقى إلى الأبد. مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي، تحلو مرارة عيش في رضا تحلو مرارة عيش في رضا في رضا سخطا على عيش من الرذي، من لي سواك ومن سواك ومن ومن سواك يرى قلبي ويسمعه كل الخلائق ظل في هذا الصاد. أدعوك يا أدعوك يا رب أدعوك يا وانظر لحالي وانظر لحالي في خوف وفي طعن، هل يرحم العبد بعد الله؟ بسطت يدي من لي أنوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي مولاي. الله، مولاي إني ببابك. يا ترى حد جرب قبل كده شعور ان يجيله رسائل من رب العالمين؟ محدش يحس الاحساس ده الا اللي جربه وتبدل حزنه فرحه، لانه اتوجه رغم ضيق الحياه
ورغم الألم اللي شايفه في الدنيا، ورغم إنه افتكر إني مفيش باب، اتوجه بالدعاء والذكر ورمى حموله على رب العالمين وفوض أمره ليه. وهنا كانت البشارة من رب العالمين، لأنه قالك إنك في أعيننا ولسوف يعطيك ربك فترضى. ربنا بيبعت رسائل طبطبة من رب العالمين على كل إنسان اتوجع واتألم وحزن وفقد، بيقولك أنا جنبك ومعاك. النهاردة كان السبب في اختيار ليلة مميزة أو ليلة بتوحي بروحانيات معينة، إن إحنا ندخل البهجة على قلوب الناس، الناس اللي اتألمت وتوجعت، الناس اللي فاكرة إن مشكلتها ملهاش حل، الناس اللي فقدت ناس غالية عليهم جدا. كنا عايزين نقول لهم إن ربنا جنبنا وبيبعت لنا رسائل. اسجد انت واقترب. ربنا دايما جنبينا ومعانا، بس احنا نفوض امرنا ليه. ما تقولش يا رب عندي هم، قول يا هم عندي رب كريم. هختم معاكم النهاردة بأحلى كلام هسمعه من أحلى منشدين، وبشكرهم شكر كبير جدا إنهم أسعدوني وأسعدوا كل في الاستوديو والمشاهدين كمان، وأتمنى لكم التوفيق ودايما للأحسن إن شاء الله، وهشوفكم السنة الجاية ويكون العدد كامل بقى بإذن الله. هتختموا بإيه؟ مشتركة نبيلة. الله الله، ده حبيبنا رسول الله. الله الله الله، ده حبيبنا رسول الله. الله الله الله، ده حبيبنا رسول الله. الله الله الله، ده حبيبنا رسول. حاسس يوم عيد، سبت الدنيا هناك والمال، نفسي همي معاك ينزال. سبت الدنيا هناك والمال، نفسي همي معاك ينزال. لقيت نفسي في أحسن حال بصلاتي وسلامي عليك. الله الله الله، ده حبيبنا رسول الله. الله الله الله، ده حبيبنا رسول الله. عشقي دايما هيكون لي وفي صلاتي هصلي عليه. عشقي دايما هيكون لي وفي صلاتي هصلي عليه. نسيت أهلي والأحباب، ولا أي عتاب. نسيت أهلي والأحباب، لا همني ولا أي عتاب. كل ده مظهر كذاب.
على ظهر نبي زيد. الله 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 ده حبيبنا رسول الله.